صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 24 لسنه 2020 بتعيين مديرين في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه جاء فيه الماده الاولى يعين في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه كل من السيد عقيل عبد علي بو حسين مديرا لاداره الموارد البشريه والماليه السيد مصطفى عقيل عبد الله الشيخ جعفر مديرا لاداره التفتيش والسلامه المهنيه